أصدقائي أهلا بيكم، صباح الخير. زي ما احنا متعودين كل يوم جمعة في نفس الميعاد معاكم برنامج كل الناس نيوز. النهاردة طبعا في عندنا حلقة مختلفة جدا هنتكلم فيها في موضوعات كتير. يا ريت موضوعاتنا النهاردة ننتبه عليها ونسمعها كويس علشان دي موضوعات بتهمنا في حياتنا وممكن يكون ليها تأثير إيجابي في تغيير بعض السلوكيات اللي احنا بنمر بيها. ممكن السلوكيات دي ما نكونش واخدين بالنا منها، بس يا ريت تتابعونا النهارده في الحلقه. وطبعا بيشرفني ان احنا في كل حلقه بتقدم معايا الفنانه سوسن ربيع. صباح الخير يا سوسن. صباح الخير محمد. شجرتين قصاد بعض، شجره واقف عليها شخص وفي ايديه بندقيه، والشجره التانيه واقف عليها شخص وفي ايديه حبل. مريت من ما بينهم بعد ما شفت المنظر، ومفيش ثواني وسمعت طلقة رصاص. التفت بسرعة لقيت الشخص اللي واقف على الشجرة ومعاه البندقية في نفس مكانه، والشخص اللي كان معاه الحبل واقع على الأرض. طبعا شاورت على طول على الشخص اللي معاه البندقية وقلت هو ده اللي قتله، هو ده اللي قتله. وفجأة لقيت الشخص اللي واقع على الأرض بيقوم ومفيش فيه ولا نقطة دم. لقيته يدوب بيدوس على رجليه اتجزعت اثر الوقعة. الحقيقة المشهد الصحيح هنا هو ان الراجل اللي كان في ايده الحبل واقف على الشجرة كان عاوز ينتحر، وربط طرف الحبل في فرع من فروع الشجرة، والطرف التاني لفه حوالين رقبته عشان اما يجي ينط من على الشجرة يتشد الحبل حوالين رقبته ويتخنق ويموت. الراجل اللي كان واقف على الشجرة التانية ومعاه البندقية بيصطاد، لما شافه بيحاول ينتحر ضرب طلقة رصاص على الحبل ووقعه قبل ما الحبل يتشد حوالين رقبته. الحقيقة هو هنا أنقذه، ما قتلهوه زي ما أنا تخيلت أو افتكرت. وإحنا هنا عايزين نقول إن دايما ما يبقاش عندنا سوء ظن، بسرعة نحكم من غير ما نفكر ومن غير ما نشوف كل الأحوال المحيطة بالحادثة اللي احنا شايفينها. صباح يعني الخير. يعني الراجل ده لو كان مات وما كانش قام وجابوكي تشهدي، حشد ان ده اللي قتله. حشد على طول ان ده اللي قتله. وفعلا هنا سوء الظن يا محمد. كويس. يعني المفروض ان احنا نتجنب ان احنا نحكم بسرعة. يعني ممكن تخيلاتنا والتسرع في الحكم على الاشياء يؤدي ان احنا ممكن نتهم ناس مع بريئة من كارثة، من مصيبة، حتى من بعض. ده بيحصل، ده بيحصل، ده بيحصل. فده طب عايزين نفرق كويس أوي ما بين سوء الظن والتسرع، لأن الاتنين قريبين من بعض والاتنين مشتبكين مع بعض. لا، هو التسرع يؤدي إلى سوء الظن. تمام. يعني إحنا لما بنتسرع في حكمنا بدون ما نفكر بيوصلنا إن إحنا على طول نسوء الظن بالآخرين. فإحنا لو تمهلنا وفكرنا وشفنا الحدوتة من كل الزوايا أكيد هنا هنحكم صح ومش هيبقى فيه سوء ظن. في موقف حصل معاكي في زي سوء ظن وبعدين اكتشفتي ان انت كنت سوء الظن ده في الشخص ده او في الشخصية دي كان عكس الحقيقة لما ظهرت الحقيقة؟ لا، الحقيقة الحقيقة انا كل اللي بسيء الظن بيطلع وجهة نظري صح. محدش خالص كسر القاعدة معايا. يعني أنا دايما أنا عندي المتهم متهم إلى أن يثبت اتهامه. لا، ده حقيقة. أنا يمكن مش محظوظة، أنا دايما الناس عندي بيطلعوا فعلا زي ما حكمت عليهم سيئين أو ومش كويسين. فهنا ما كانش سوء ظن، لأن دايما أحكامي إلى حد كبير قوي الحمد لله بتطلع سليمة. يعني لا، أنا حصل معايا موقف إن أنا كنت واخد وانا في ثانوي تكريم من في احدى الدورات الرياضيه، وخدت حاجه جايزه وخدتها وحطيتها في البيت. فكنا بنذاكر انا واحد صاحبي، فرحت عنده البيت لقيت نفس الجايزه بالظبط عنده، فشكيت انه هو خدها سرقها. بس ما قلتلوش. فلما رجعت البيت لقيتها في مكانها. كويس. فمن ساعتها قررت ان انا حتى لو نفس الشكل نفس الشبه لازم اتاكد الاول قبل ما اسيء الظن بالاشخاص. لان صعب جدا ان انت تسيء الظن في ناس قريبه منك.
صعب جدا ان انت تسوء الظن. ودي كانت بدايه يعني الارم، كان جرس انذار ان انا اتريث جدا او اخلي بالي قبل ما احط حد في اطار سوء الظن. لان انا احنا ما بنعرفش، احنا بنشوف الظواهر يعني الظواهر اللي قدامنا محدش يعرف عنها حاجه. والقصه دي بتفكرني بقصه راجل مات، فلما مات ودوه الجامع علشان يصلي عليه، محدش عايز ياخده عشان يوديه الجامع يصلي عليه. ليه؟ فقالوا له ليه؟ قالوا هذا الرجل يشرب الخمور ويعرف نساء البغيض، فمحدش عايز يعمل معاه كده. فأمه جت فراحت للقاضي، القاضي وصلها للملك المكان، فشرح لها فبيقول لها ليه الناس مش عايزين يعملوا كده؟ فقالت له علشان بيقولوا ان هو بيشرب الخمور وبيعرف النساء. فلا طب وايه الحقيقه؟ قالت له ان هو كان فعلا بيشتري الخمور من المكان اللي فيه الخمور وبيرميها في النهر، وبيروح يشوف النساء الساقطات ويديهم فلوس علشان يبعدوا عن هذا عشان الطريق، عشان يتوبوا. فالملك نفسه راح بنفسه هو اللي ياخده هو وجيشه والمدينه كلها، راحت وراه وصلوا على هذا الرجل. الظواهر اللي قدامنا، حتى الظواهر اللي قدامنا اللي بنشوفها، لا نسيء الظن بالاشخاص، لان التهم اللي بنرميها سهل جدا، وسهل جدا ان انت تقول كلمه والتاني يقول كلمه والتالت يقول كلمه. احنا ماشيين ورا بعض في الكلمات اللي بنطلق فيها رصاص على الاشخاص اللي قدامنا. بس احيانا سوء الظن بيكون حرص وحذر، لان فعلا في ناس كتيره جدا، احنا في زمن بقى صعب قوي، سيئه، وللاسف بتبقى لابسه ثوب الاحترام والفضيله والاخلاق والشرف، وهم ابعد ما يكونوا عن ده، فعندهم قدره عاليه قوي على الخداع وعلى الغش. وهتلاقينا مهما كانت خبرتنا ومهما كان ذكائنا بننخدع وبنصدق، بنكتشف صحيح يمكن بس بعد فترة، بعد ما بنكون صدقنا واتخدعنا وتغشينا. فأنا من وجهة نظري إن الإنسان بالعكس لازم أبقى فعلا عندي شوية حذر وحرص من البداية عشان ما تغشش واتخدع. هايل. أنا هاخد الجزء الأخير اللي أنت قلتيه، هو إيه؟ الحذر، مش سوء الظن. لأن سوء الظن هيؤدي بينا إلى كوارث، كوارث حقيقية. لكن الحذر مطلوب. ان انا لو حد جه يقول لي انا عايز اعمل معاك مشروع، لازم يكون عندي حذر. لو حد جاي علشان بيقدم لي فكرة، لازم يكون عندي حذر. لو حد عايز ارتبط بحد، لازم يكون عندي حذر. لو حد بيعرض عليا مسألة مهمة، لازم يكون عندي حذر. لكن لو ابتدينا بسوء الظن مشكلة، لو ابتدينا بسوء الظن او فضلنا نعامل الناس في حياتنا بسوء الظن، مش هنعرف نعامل حد. هو طبعا لا، لان حتى يعني القران بيقول ان بعض الظن اسم، يعني تمام. اكيد. وكمان زوايانا، الزوايا المختلفه في رؤيه الاشياء. يعني انا لو جيت لاصدقائنا المشاهدين شايفيننا، لما يشوفوا الورقه دي هيشوفوها من هنا زي ما انت شايفاها بالظبط، بيضه. لكن اللي ورايا شايفها ازاي؟ شايف اللون الاحمر. انا شايف اللون، في لون احمر، في ورقه تانية. طيب لو سالنا الاثنين اللي قاعدين في نفس المكان، اقوال الاثنين مختلفه، تصدقي مين فيهم؟ هصدقهم الاثنين. يبقى لازم نصدق الاثنين. طيب احنا بقى بناخد سوء الظن ان واحد فيهم كذاب. اها. ما هو الاثنين ما مش قادرين نقول ان الاثنين صح، مش قادرين نقول ان الاثنين، بس كل واحد زواياته زاويه مختلفة. رؤيته رؤيه مختلفة. احساسه احساس مختلف. لما بنيجي نسمع قصه زوج وزوجه متخانقين مع بعض، ده بيحكيها بروايه وده بيحكيها بروايه من وجهه نظره، كل واحد من وجهه نظره، بس الروايه الحقيقيه، مع ان الاثنين نفس الروايه، يعني هو في مشكله، بس ده بيحكيها ان هو مظلوم ودي بتحكيها ان هي، بس اكيد فيهم حد ظالم فعلا وحد مظلوم. هل فيهم حد بيقول انه ظالم؟ لا طبعا، ما فيش حد ابدا. اي حد دايما بيطلع نفسه ضحيه ومجني عليه حتى لو هو اللي غلطان، وهي دي الكارثه. يعني مش عارفه ليه برضو احنا ما بنواجهش نفسنا باخطائنا يا محمد. يعني مش عيب ان الواحد يغلط، العيب انه ما يعترفش بغلطه.
مش عيب ان انا اما اقول ان انا اقعد اتابع الحدوته اللي حصلت واقول لنفسي انا قلت كذا، هي قالت كذا، طب انا غلطت في ايه، طب هي غلطت في ايه، لا انا اتسرعت هنا، انا فعلا غلطان. مش عيب ابدا الواحد يواجه نفسه باخطائه ويروح ويعتذر ويقول انا اللي كنت غلطان. احنا للاسف عندنا ده كانه بيقلل من شانه، سواء كان راجل او ست، لا وهيبقى ضعيف وبعد كده خلاص هيتعود على ان انا اللي اروح اعتذر، او يقول هي هتتعود على ان انا اعتذر، لا خالص. عندنا بقى سوزان ده بص لي البصه دي بقى قصده كذا، دي ما عملتش كذا، دي كان قصدها كذا. ايوه دي قالت الكلمه دي قصدها الموضوع يعني بترمي على حاجه وكل ده ما كنش موجود. احنا اللي اسأنا الظن، فياريت كلنا على قد ما نقدر نحسن الظن بالاخرين ونشوف ونتريث شويه، نهدى قبل ما نطلق الرصاص الاحكام على الاخرين. قبل ما نطلق الاحكام، يعني انت لو كنت شاهد في القصه اللي حكيتيها في الاول الجميله دي كنت هتودي الصياد ده في هو لو كان انجرح وشفت دم كان اكيد خلاص هو اللي ضربه. اصدقائي احنا معانا تقرير النهارده في حضور معالي وزير الشباب والرياضه، تم افتتاح نادي المرج الرياضي. كان افتتاح جميل، كان في مجموعه كبيره من الشباب ومن اهالي المنطقه ورجال السياسه وكمان مجموعه من الصحفيين ومجموعه من الاعلاميين ومجموعه كبيره جدا من الشباب في حضور كوكبه من شباب الحي، وكمان كان حاضر النائب المستشار عيد هيكل والنائب الشاب احمد علي والنائب خالد ابو طالب، وكمان كان دور السياسي كان دور مهم جدا، كان موجود النائب الاسبق الحاج محمد عبد الله رفاعي والنائب الاسبق عمر عبد الله رفاعي ونائب رئيس نادي بركه الحاج الاستاذ عبد الله قاسم والاستاذ عبد النبي والمستشار عماد مراد ومجموعه كبيره جدا من الشباب اللي كان ليهم دور في التنظيم، والتنظيم كان عالي جدا وكان يوم رائع وكان فيه عروض كتير قوي. هنطلع نشوف التقارير الصغير جدا على الاحتفاليه دي ونرجع لكم تاني ونكمل في موضوعنا مع الفنانه سوسن، انتظرونا بعد التقرير ده. بعد التطوير ازاي ندير المكان بشكل كويس، ازاي نحافظ عليه بشكل كويس، ده شيء مهم. ازاي ولادنا اللي احنا شايفينهم سواء في الكاراتيه او في الكوره كل الحي يمارسوا نشاطهم، واحنا كمان نراقب مؤسسه النشاط بشكل جديد جدا. ان شاء الله يكون في متابعه مستمره ويشرفني ويسعدني ان انا اجي تاني مره المرج ان شاء الله مع كل افتتاح مع ثلاث تكتيكيه الحافظه والمرج من الأفضل. شكرا والسلام عليكم. مجلس النواب الأستاذ المستشار عيد هيكل، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا محمد بيه، الله يخليك تحت أمرك. حضرتك النهاردة يوم جديد واحتفال جديد وفرحة جديدة في حي المرج اللي حضرتك دايما 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 بتكون سبب السعادة في حي المرج. ربنا يخليك، والحقيقة النهاردة يوم عيد لحي المرج. لما يجي لنا وزير من الوزراء في أي مجال من المجالات اعتقد ان وجود هذا الوزير بيبقى فيه خير كتير للمواطن في حي المرج. المواطن في حي المرج زي ما بنقول رياضه، بنقول خدمات، بنقول طرق، بنقول رصد، بنقول كله، انما النهارده واحنا بمناسبه الرياضه في قلعه من قلاع الرياضه في حي المرج، اربع هيئات رياضيه ونادي المرج ونادي البركه ومركز شباب الاندلس ومركز شباب الشرفة مضى بيشرفنا اكبر قمه رياضيه في مصر، وهو السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي في زياره نادي المرج لافتتاح هذا الملعب الجميل الألم الجميل، وبعد شهر ونص ان شاء الله ولا شهرين نفتتح نادي البركه مع السيد الوزير المحافظ والدكتور اشرف صبحي وبجرمي ونائب المحافظ، وبيفتح جميل واحسن من ده كمان. انما احنا عايز اقول المعنى في حد ذاته وجوده هنا يمثل عطاء هذا الملعب. انا يمكن تعبت جدا لحد ما خدت موافقه الناديين، وانا قلت النهارده في وجود الوزير وكل القيادات الرياضيه امام الجميع والنواب، انا اللي جايب موافقه الوزير من خالد عبد العزيز، انا اللي سلمت الملعبين، انا اللي بدات الملعبين،
كانش حد منهم يعرف حاجه. انا اللي اشتغلت هنا وهنا، بعد كده النائب احمد علي تابع معايا هذا الملعب، نادي البركه الحمد لله متابعه لوحدي. بدانا هنا نعمل نشاط وجبت لهم 100,000 و100,000 لنادي البركه، 75 للشرفاء، 75 الاندلس، وعملنا ملعب خماسي في الاندلس، وعملنا صاله افراح، كل هذه الانجازات عملناها. وخدت موافقه مركز شباب الشرفاء من السيد الوزير من شهر ونص، وادتها لهم في مسجد قصر الشرفاء، وان شاء الله سيتم البدء في تطوير مركز شباب الشرفاء، لان انا خدت الموافقه من الوزير زي ما قلت قدامه من شهر ونص وادتها لهم، هنشتغل فيه. ونادي البركه هيتم افتتاحه بعد شهر ونص ان شاء الله. انما انا بهني كل مواطن، كل شاب، كل عضو جمعيه عموميه، كل شاب في المرج بزياره الوزير، لان احنا عايزين نجيب وزير في كل مجال كل يوم عشان ده عيد حي المرج وده حي المرج ان شاء الله. اوعدنا يا فندم ان حضرتك تعمل لنا احتفاليه كبيره جدا في افتتاح نادي البركه بصفتك عضو مجلس نواب عن حي المرج وكمان رئيس نادي بركه الحج. ان شاء الله في افتتاح اعلامي في نادي البركه، هيكون السيد الوزير المحافظ، السيد نائب المحافظ، والسيد وزير الشباب والرياضه، السيد وكيل الوزاره، وممكن يبقى في مفاجاه كمان يكون في افتتاح نادي البركه مع الوزير والمحافظ السيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. عريس الحفل النهارده، عريس الحفل النهارده معالي نائب احمد علي، نائب الشاب اللي ليه مجهود واضح في حي المرج. بجد كل الحي وكل شباب الحي فخورين بوجود مثل النائب احمد علي. ده مش كلامي، ده كل كلام كل الشباب اللي موجودين، وهو بيشرفنا النهارده وهو اللي هيتكلم عن اليوم وتخطيطه وفرحته. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، ما تحرمش منك، وشكرا للمقدمه الجميله دي. لا انت تستاهل اكتر من كده حقيقه. ربنا يخليك، ما تحرمش منك، وشكرا لاهتمامك وتقديمك. والنهارده كان يوم جمعنا فيه كل الرياضيين وشباب حي المرج لكيان نادي المرج، اللي بقى عندنا استاد محترم هو مناره رياضيه وشبابيه لكل الاهالي والشباب حي المرج. فكان النهارده كان يوم كويس، شرفنا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، مجهود اتعمل. الملعب ده كان تراب، الملعب ده كان ملعب لا يصلح لممارسه لعبه كره القدم، بقى عندنا ملعب باستاد ومدرجات من هيئه استاد القاهره، بقى عندنا حديقه الطفل، بقى عندنا منظومه، بقى عندنا كيان اسمه نادي المرج الرياضي، اللي بقى فخر لاي حد موجود في حي المرج. مش بس هنقف عند حي المرج، احنا عايزين كمان حاجات جديده تقولها لنا مفاجاه، وتعمل يعني نعمل سبق مع حضرتك. يعني هو الحاجه اللي عملناها فيما تخص النادي، ان شاء الله قريبا افتتاح مركز الخدمات البريديه المتكامل بمحلات الكائنه بنادي المرج. الحمد لله بدانا في تدشين اول مركز تكنولوجي لخدمه المواطنين بحي المرج، تكلفته 27 مليون جنيه. ده مكان هيبقى مجمع في كافه الخدمات اللي بتمس المواطن بحي المرج، وان شاء الله يبقى في مزيد من التقدم والمزيد من النجاحات ان شاء الله، وخدمات تحسن جوده الحياه في حي المرج. رساله من حضرتك لكل الشباب اللي عندهم امل ان هم يكونوا موجودين في الحياه السياسيه. بما انه احنا في مكان رياضي، شايف ان الرياضه حمايه، الرياضه وقايه. فيما يخص الشباب بتوع العمل السياسي، العمل السياسي في تقديري محتاج حاجتين مهمين جدا للبناء. رقم واحد المعرفه والاطلاع، رقم اثنين التراكم بيتم من خلال الممارسه. فلازم يبقى في معرفه، تاهيل، تدريب قبل التمكين. يعني بقينا نتكلم عن التمكين السياسي ونسينا ان التمكين ده محتاج تاهيل وتدريب عشان توصل للتمكين. الامر الثاني، الممارسه بتخلق لك تراكم بجانب المعرفه، بتشكل عندك كادر سياسي يقدر يبقى عنده طرح لمشاكل، عنده حل المشاكل، عنده رؤى، بقى يكون افكار، بقى عنده خطاب الناس ممكن تقدر تصدقه. اصدقائي ولسه متابعين، طبعا الفرحه النهارده من حي المرج، من نادي المرج، معانا معالي المستشار النائب خالد ابو طالب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. احكي لنا اليوم عامل ازاي، والفرحه في شباب حي المرج، ودورك النهارده في الاحتفاليه. يوم مشرف، كان يوم مشرف لدائره المرج بالكامل، في وجود معالي الدكتور وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. كان يوم فرحه لاهل المرج كلهم ان تواجد وزير النهارده لافتتاح استاد نادي المرج الرياضي، اللي قام بمجهوده النائب احمد علي والنائب عيد هيكل، سعوا في ان هو الموضوع ده هو يتم، والحمد لله اليوم عدى على خير. قد ايه الفرحه حلوه، وقد ايه الافتتاحات اللي بتتعمل في حي المرج والتطوير اللي بيتعمل في حي المرج في وجود ثلاث نواب نشيطين جدا، ثلاث نواب لهم دور مهم جدا، ايه الحاجات الجديده اللي النائب خالد ابو طالب بيوعدنا بيها في حي المرج؟ ان شاء الله باذن المولى عز وجل احنا تم التنسيق والاتفاق مع هيئه البريد
على ان يتواجد يتم افتتاح 6 مكاتب بريد بخلاف السابق. في عندنا 7 مكاتب موجودين، هيتم افتتاح 6 مكاتب على التوالي باذن الله. هنبتدي بمشيئه الله من شهر فبراير بافتتاح مكتب بعزبه محمد نجيب، وهتتوالى الـ5 مكاتب التانيين بعدها. وفي عندنا مبنى جديد هيتعمل فيه مدرسه الغرفه التجاريه المرج الغربيه، مبنى جديد ملحق على المبنى اللي هناك نظرا للكثافه، هيتم العمل فيه بمشيئه الله من شهر مارس. طيب كلمه حضرتك توجهها لشباب حي المرج. نقول لهم التكاتف، يعني احنا مش طالبين من اي حد غير ان هم يتكاتفوا معانا بس. احنا احنا بنقبل النقد بس يكون نقد بناء، لكن الهجوم بدون داعي، انا شايف ان في هجوم بدون داعي على النواب، مش على نواب دايره المرج بالاخص، لا على نواب الجمهوريه بالكامل. نقول لهم يا جماعه احنا في فتره عصيبه، المطلوب مننا الصبر، احنا بنمر بظروف اقتصاديه صعبه، بنمر بحرب دلوقتي، سواء كانت الحرب الموجوده ضد الارهاب في سيناء او الحرب الموجوده على حدودنا الغربيه، في عندنا حرب ثانيه، عندنا حرب الميه، فبنقول لهم الصبر وعايزين تكاتف معانا الايام اللي جايه. طيب رساله بقى لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده. نفس الرساله اللي قلناها للشباب، التكاتف والصبر، مش طالبين اكتر من كده. يعني هو الموضوع مش صبر على حاجه، لا صبر على الظروف الاقتصاديه اللي البلد بتمر بيها، ومش بنقول صبر علينا، انا عارف ان الناس خلاص جدت مننا، لكن احنا بنقول لهم احنا غصب عننا، احنا جينا في وقت صعب جدا، محتاج مننا الوقت ده هو نظره اقتصاديه اكتر من نظره ممكن تكون في موضوع الاكل والشرب دوت من الاساسيات ومن الاحتياجات. وممكن نكون احنا يعني ضغطنا على الناس كمجلس نواب وكحكومه ضغطت على المواطنين في الفتره ديت، لكن انا والله بقول لهم دي حقيقه، والله شهاده قدام ربنا، فعلا فعلا الوقت والظروف عصيبه جدا غصب عننا. الله، هو حضرتك انت عارف ان المرج ده بلد عريق ونادي عريق، فتي تاني زار الوزير على ما اعتقد خلال شهرين، فده يدل على ان المكان له هبه خاصه، واحنا طبعا بنتمنى دايما ان الدوله دلوقتي بتبص للشباب، ودي تعليمات الرئيس، وده حاجه محترمه ان بدا يبص للشباب، يبقى له منظومه فعلا، واحنا حاسين بيها الفتره اللي فاتت. فكان يوم فرح لان حي المرج زي ما قلت لك النهارده حي مترامي حوالي 3 مليون، فالنهارده احنا طالبين المزيد، وبنشكر الدوله على اللي موجود وطالبين المزيد ان شاء الله. احساسك بالفرحه دي ايه، وكل القامات ورجال الدوله اللي موجودين والسياسيين والشباب والعروض اللي موجوده النهارده؟ احنا في حي المرج يعني بطبيعه الحي احنا حي اسمه حضري او ريفي، حي مختلط، فاحنا قيادات بيننا عصبيه وبيننا تلاحم اسري قديم، فده بينطبع حتى على اولادنا الصغيرين، فبتشوف الحب اللي موجود، لان احنا في الاخر عيله واحده، فالحب اللي انت جايبه نتيجه توارث اجتماعي وعائلي، فده بينصب على وجوه الموجودين. طبعا بعد التقرير اللي احنا شفناه قد ايه الفرحه لما يبقى فيه بيتم افتتاح نادي ونادي رياضي، قد ايه شباب كتير بيبقوا مبسوطين. ما ننساش ان كان في مجموعه كمان من الحضور، وكان في تقرير جدا، وبنشكر طبعا كان موجود من الحضور الموجودين المهندس محمود الفرماوي، وكان المفروض ان احنا يبقى معانا تقرير من الحاج محمد عبد الله الرفاعي، بس للاسف الصوت ما كانش جيد، فبنوعد ان شاء الله الحاج محمد يكون معانا على الهواء ويكون ضيف من احد ضيوف الحلقات اللي موجوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. وبشكر كل القائمين على نجاح هذا الافتتاح شاب، لان فعلا انا لقيت مجموعه من الشباب اللي هم كانوا مسؤولين عن الاحتفاليه، قد ايه لما بتسند للشباب دور او يبقى ليهم دور في اقامه حفل او اقامه مهرجان او حتى اقامه عمل فني، قد ايه بيبقى ليهم طموح وهدف في تحقيق هذا النجاح، وبيبقى عندهم القوه والاصرار على النجاح. فعلا الشباب المصري شباب قوي جدا، شباب يعتمد عليهم، شباب ليهم دور مهم جدا في الوطن، ويجب ان احنا نعتمد عليهم اعتماد كبير جدا في الفترات القادمه. يبقى تحيه بقى لكل الشباب المصري، وعايزين يا محمد نحيي كل الشرطه المصريه وشهداء الشرطه المصريه، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بكره 25 يناير عيد الشرطه، وبالحقيقه بنحيي كمان كل شهداء الوطن من شرطه او جيش او افراد عاديين يعني، وكل عام وانتم بخير. يا ريت نطلع فاصل ونرجع. طيب هنطلع فاصل اعلامي، بس قبل ما نطلع فاصل اعلامي بثواني يعني. يوم 25 بيبقى لنا بالنسبه لنا بيبقى يوم خاص جدا. طبعا. يوم بالذات لما بيكون ثورة وكمان عيد الشرطة، الاثنين بيتلاحموا مع بعض، الاثنين بيحطوا ايديهم في ايدين بعض، ايا كان
ايا كانت الثوره كان ليها اهدافها ما كانش ليها اهدافها، كانت ثوره شبابيه او مش شبابيه، في الاخر خالص احنا حصل في شويه ضربات في الوطن في الفتره اللي فاتت، قدرت الشرطه المصريه تعود بقوه. وفي النهايه هيفضل 25 يناير هو عيد الشرطه. وقدرت ان هي تعود بقوه وكمان تحافظ على الاستقرار الداخلي طبعًا. في البلد. فكل التحيه والتقدير لكل رجال الشرطه طبعًا. والتحيه والتقدير لكل ام، لكل ام، لكل زوجه، لكل بنت كان باباها او ابنها او جوزها تم استشهاده خلال العمليات الارهابيه الفتره اللي فاتت. كل التحيه والتقدير ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كل سنه بيبقى في مزيد من النجاح ومزيد من الامان في البلد. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفقرة الإعلانية. كان في أب وبنته معديين من على نهر، فمعديين من على الجسر، فالأب طلب من بنته قال لها امسكي في إيدي كويس. قالت له لأ أنت امسك إيدي كويس. فقال لها إيه الفرق؟ فقالت له أنا لو مسكت إيدك ممكن ما أقدرش
وممكن ايديا تسيب فقع في النهر، لكن انت لو مسكت ايديا استحيل هتسيبني، مستحيل هتسيبني. اللي انا عايز اقوله ان كل اب عنده بنت، عنده ابن، اكيد بيحبه، اكيد بيخاف عليه، اكيد بيبقى مهتم جدا يوصله لدار الامان، اكيد نفسه يفرح بيه، نفسه يبقى عنده بيت، يبقى عنده اسره مستقله، يبقى عنده زوجه وهي يبقى عندها زوج، يبقى عندهم حياه مستقره. هل بنعمل ده؟ هل لما بنيجي يجي لنا العريس المناسب لبنتنا بنقابله بشكل جيد؟ بنبقى متوافقين معاه ونقدر نوصل لحلول وسط؟ هل العكس لما يبقى عندي بنت بنعمل نفس الموضوع؟ هو احيانا الخوف، خوف الاهل اللي اكتر من اللازم سواء على الابن او الابنه، بيخليهم يغالوا في طلباتهم. كل واحد من وجهه نظرهم عاوز يامن ابنه او بنته. يعني اكيد اهل العروسه عايزين يضمنوا لبنتهم انها جوزها ده مش هيغدر بيها في اي لحظه او يرميها او يتجوز عليها، فهم متخيلين ان التامين بان احنا يبقى في مؤخر عالي، يبقى في قايمه مش عارفه ازاي، يبقى في شبكه مش عارف، يعني المغالاه في كل شيء عشان كده يبان ان هو شاريها. نفس الشيء اهل العريس بيبقوا هنا متحفظين، ما هم قلقانين العريس بيتورط، العريس طب ما هو ممكن برضو هي العروسه واهلها ما يبقوش كويسين، هنا بقى ابنهم ممكن يتعرض توصل للحبس كمان. فهنا بقت كل طرف خايف من التاني وهي دي المشكله. طب ما تيجي نشوف المقابله الاولانيه، يعني لما بيبقى انا عندي عريس وانت عندك عروسه كويس، واجي اطلب منك ايد بنتك فتقولي لي احنا مش عايزين منكم احنا حاجة. بنشتري رجاله، بنشتري راجل، وانا اقول لكم انا عايزها بشنطه هدومها في البدايه انا عليا ليها انا شاريها. ماشي، نقرا الفاتحه. ايوه نقرا الفاتحه. بعد ما قرينا الفاتحه نبتدي نطلب بقى. خلاص بقى نتمكن ونقعد بقى. وكل واحد فينا بيقول شروطه. لا مش بس يا ريت يقول شروطه اللي تنصف الطرف الاخر، لا ده انت بتيجي على الطرف الاخر على قد ما تقدر وتاخد منه وتحاول ان انت، ما هو اللي انت بتجي اللي هو هيجيبه انت مش هتجيبه، فبتحاول على قد ما تقدر ان انت تكسب، تاخد غنائم وكانها معركه. بالظبط، وابتدى الصراع، صراع العائلتين، وده بيعمل عامل نفسي سيء ما بين الاسرتين بعد كده. بالظبط كده، وبعدين هنا بيبان كانه مش بس صراع، ده بيعمل حاجه تانية، بيحسسك بالظلم، يعني انت بتظلم لصالح طرف ضد الاخر، او بتبين الاقوى بقى، يعني اللي شاري اكتر اللي باقي اكتر يقدم تنازلات، فهنا حتى هو بيقدم التنازلات ما بيبقاش راضي، ما بيبقاش مبسوط، هو بيقدمها مرغم. يا بنت كلميه ده هو لو بيحبك هينفذ لك اللي انت عايزاه. بالظبط كده، ايوه. وتبتدي بقى هي تطلب منه مع انها ما كانش في دماغها كل ده، ولا هو، لا انا بتكلم على العريس والعروسه، والعروسه ما كانش في دماغهم، كان في دماغهم ان الاهلين هيبتدوا ان هم يتوافقوا وما يطلبوش، بيبتدوا يدخلوهم في صراع. بالظبط، نفسي ما بين الاثنين، والصراع النفسي ان هو لو بيحبك هيجيب لك كذا وكذا وكذا. أيوة. ويقنع امه بكذا وكذا وكذا، ويقنع برضه لا، هي المشكله وكذا. كمان مش في اطراف الاسرتين، ده ممكن يخش العيله كلها، يعني العيله من هنا ومن هنا، العم كلها، العم والخال والخاله والخلان والخالات، كله بيتدخل في الليله، وكله بيقول طلباته كما لو كان بناتهم او رجالتهم هم اللي بيتجوزوا. لا يعني بس ده الاغرب، ان لو بناتهم او رجالتهم هم اللي بيتجوزوا مش هيعملوا كده. ما هو ده الغريب، يعني التوصيات اللي بيوصوها بيوقفوا الليله. طب ايه الحل؟ يعني ايه الحل؟ علشان يعني انا بشوف جوازات كبيره جدا بيبقوا خلاص وحاجزين قاعه ويبتدوا ان هم وتفشل وتفشل قبل على القايمه. بالظبط، على شروط القايمه. لان على انا ملاحظه حاجه، يعني انا معلش يا محمد، انا دايما بحس ان موضوع القايمه ده في اجحاف فظيع جدا للراجل بامانه، وانا ست اهو. ليه بقى؟ بس انا شايف ان هو برضو، يعني لو انت شايف في اجحاف، انا شايف ان هو حق من حقوق العروسه. مش طب معلش، انا في حاجه انا معترض عليها دلوقتي. مثلا يجي يقول لك ايه، احنا بنكتب الذهب بتاع العروسه، الشبكه اللي جايبها العريس في القايمه. معلش اسمح لي، الشبكه دي دلوقتي وارد جدا انها تضيع منها حاجه،
انها هي مثلا تفكر تبيع حاجه، انها هي ممكن تهاجي منها ايا كان، تتسرق منها، او اثناء ما هم عايشين ابتدوا ان هم يصرفوا عشان يعيشوا مثلا منها. بعتها هنا بقى ملزم برضو بان هو يرجع لها الشبكه اللي هي اتصرفت فيها بارادتها او حتى غصب عنها. يعني في حاجات زمان ما كانش فيه الكلام ده، يعني احنا المسائل زادت او بقى فيه تخوين، بقى فيه ان كل طرف زي ما انت قلت كده عاوز مكاسب من الاخر. نسميه ده حرص ولا سوء ظن؟ لا ده سوء ظن، ده سوء ظن، ده سوء ظن طبعا اكيد. لان انا عايز اقول حاجه، اللي بيدي بنته او ابنه لاسره تانية لو ما كانش هو اغلى حاجه عنده، يعني يعني انا عايز اقول حاجه، يعني انا مثلا بنتي، لو انا بنتي بديها الراجل دلوقتي ماشي، وانا مش مأمناه عليها وباخد كل القيود وكل الالتزامات دي عشان اكتفه، تفتكر حتى لو هو مش عاوز يعيش معاها شويه ورق او كده ممكن يرغموه يعيش معاها؟ واذا ارغموه هل انا اقبل على بنتي انها تعيش مع راجل رافضها ومش عايزها لمجرد ان انا مكتفاه بشويه ورق؟ لا طبعا اكيد لا، واكيد كل اسره لازم تنتبه للموضوع بس ده. بس برضو لازم اكون حريص جدا على كل مستحقاتها، ان كانت المستحقات الماليه، ان كانت المستحقات النفسيه، كل مستحقاتها لازم تكون موجوده، خصوصا ان في حاله الانفصال كل طرف بيبقى عاوز نفس اللي قلناه من شويه، ياخد حق مش من حقه، او يخلي الطرف الاخر خسران خساره وما تعرفش ليه، يعني دايما بيخسر اللي قدامه. يا محمد القانون اذا كان القانون سهل لنا ده، يعني سهل لنا ان دلوقتي لو الست فعلا عايزه تخلص من الراجل ده، اعتقد ان اي طرف منهم لو عايز يخلص من التاني بيقدم كل التنازلات الممكنه. لو الست دي عايزه تخلص لا ده مش هتستنى طلاق ومش هتستنى منه حاجه، وهتقول له اشبع بكل حاجه وهتجري تخلعه. طب ما يعني بدل ما نوصل، يعني خلينا بدل ما نوصل للخلع والتنازلات، طب ما تيجي نحط مبادئ اساسيه الاول وشروط نتفق عليها، شروط بسيطه نتفق عليها. يعني المؤخر احنا هنتفق بالاتفاق ما يبقاش غصب، يا جماعه المؤخر ما بيننا قد كده. القايمه هنكتب قايمه، بس لما نيجي نكتب قايمه هنحط في حاجات تتحط وفي حاجات ما تتحطش، في شروط تتحط في القايمه. يعني انا بستغرب مثلا ان يجي قايمه يكتب فيها كاسات وكوبايات وفازات، يا جماعه دي حاجات بتتكسر، دي حاجات بتستهلك، يعني اما تكتب لي ملايات طب ما الحاجات دي بتتغسل وبتدوب، يعني في حاجات يعني اوفر، ازاي دي تتكتب في قايمه؟ يعني ما هو شيء طبيعي جدا ان الحاجات دي جايه للاستهلاك، ازاي انا بحطها؟ كمان في بند في القايمه يجب انه يتحط، ان انت يعني انت عايزه تطلبي بالقايمه ماشي، طالبيني بالقايمه بس عند الطلاق، بس عند الطلاق، لانك انت ممكن في اي وقت من الاوقات تبقي على ذمتي وتطالبيني بالقايمه، يعني تحبسيني وانا لسه جوزك. وفي حقيقي نماذج موجوده في الواقع عندنا بنفس الشكل ده. ده حقيقي كويس. فعلا. فيبقى هنا انا عايز اقول ان كل اب حريص على بنته، وكل ام حريص على بنتها، وكل اب حريص برضه على بنته او ابنه، ان هو يتريث شويه ويحاول انه يحط، يعني لما تيجي تطلب لبنتك كانك بالظبط تطلب لابنك اللي هو العريس، والعكس لو انت حسيت ان ده ابنك لما يجي، لو انا ابو العريس لو حسيت ان انا القيود او التسهيلات اللي عايزها البنت دي لو دي بنتي اطلب الحاجات المعقوله. للاسف يا محمد ما بيعملوش كده خالص، يعني انا مثلا لو عندي ابن وولد وبنت وانا جاني عريس لبنتي بعمل كل الشروط اللي تأيده تماما، لما اجي بقى ادور على عروسه لابني احاول بقدر المستطاع ان انا ادور على عروسه، يا ريت لو كانت يعني ملهاش اهل، يتيمه، ما تطلبش حاجه، تقبل باي وضع، تقبل باي حاجه. هنا ده تفرقه فظيعه جدا، وانا على فكره عندي نماذج لده، يعني اما تيجي لبنته لا عايز لها ده وده وده وده، لابنه مش عايز يعمل له حاجه خالص، عايز اهل العروسه لا. طب ما انت زي ما طلبت لبنتك، يعني لازم يبقى هنا في عداله جوانا احنا، ولازم نراعي ان سواء الابن اللي جاي ياخد بنتي او يعني لازم اراعي ان ده انا بضم فرد العيله، لازم يبقى مرتاح نفسيا، مش لازم اضغطه. انا احد اصدقائي كان مجوز بنته فلما جه يجوز بنته اتجوز بشروط 1 2 3، لما جه يجوز ابنه فلقيته بيهدر حق البنت اكيد اللي قدامه اللي العروسه اللي هتجيب بنته. فقلت له انت عملت كده مع بنتك؟ قال لا. قلت له طب انت ما عملتش كده مع بنتك بالشكل اللي انت بترد عليا بالعصبيه دي، اعمله مع ابنك. لا اعمله مع بنت الناس. لا يعني حاول ان انت اللي عملته هنا تعمله هنا مع بنت الناس، الناس دي هتحترمك،
لان انت لما بعد ما تبقوا اسره واحده، بعد ما تبقوا عيله واحده، اكيد هيعرفوا انت عملت مع بنتك ايه، فهيبقى في تفرقه ما بين الاثنين وظلمت البنت الثانيه. لو كل واحد فينا حس ان هو يحط نفسه مكان الطرف الاخر ولا يسيء الظن، يا عم خلي عندك حسن نية، لا وخلي عندك الحرص، ولو انت اسأت الظن من البدايه ما تقبلش الاشخاص دول. يعني صحيح. لو انا جالي عروسه وابني رايح اخطب له عروسه واسأت الظن فيهم ما كملش بالظبط. ونفس الموضوع لو جه لبنتك عريس وانا حسيت ان انا مش مبسوطه منه قلقانه منه اكيد هرفضه، لان انا ازاي هديله بنتي يعني؟ هو ما لا بالفلوس، الورق مش بيربط حد، ما هو لا بالفلوس ولا خالص. بالورق ولا بكل المؤخر والمهر خالص خالص. ما انا ممكن اجوزه لبنتي واعمل عليه اوراق وكل حاجه ومؤخر عالي جدا، وممكن يتعامل معاها معامله قاسيه وسيئه جدا يخليها تتنازل له عن كل حاجه عشان تخلص منه. رساله لكل اب وام بقى في النهايه كده، يعني انا عايزه اقول لكل اب وام خليكوا شويه حنينين، سواء على عريس جاي لبنتكم او على ان انتوا رايحين يعني بنتكم ايه، دايما تتعاملوا ان البنت زي الولد، انتوا جاي لكم راجل، انتوا كمان لو رايحين تخطبوا لابنكم راحوا ان ده ان بنتكم وابنكم، حتى الغرب يعني سواء كان جوز البنت او مرات الابن، اتعاملوا ده ما تغالوش، ما تطلبوش طلبات كتيره قوي، خلوا الشباب يتجوزوا ما تخلوهمش يا جماعه يطفشوا للاجانب ها اللي بيجوا يصرفوا عليهم وبيجوا بيعملوا لهم مشاريع وبيجوا بشنطه هدومهم. صدقوني احنا بندفع شبابنا ان هو يدور على السهل علشان احنا بنكلفه كتير قوي في الجواز. وبعدين هو احنا يعني في بعض الناس يعني العروسه مش لاقي عريس والعريس مش لاقي عروسه، يعني لما يبقوا متفقين مع بعض نسهل الموضوع. قبل ما تختمي الحلقه عايزك تقولي بقى سؤال النهارده، سؤال مطعم تجور. أيوة. طبعا احنا كان في تقرير قبل كده مع مدام حنان رئيس مجلس اداره مطعم تجور، وهي ذكرت فيه انها بتعمل ركن جديد جوه المطعم، وقالت اسم الركن ده. سؤالنا يا ترى احنا فاكرين اسم الركن ايه اللي قالته مدام حنان في التقرير؟ هيبعتوا لنا الاجابات على ايه؟ على الواتس اللي هيظهر على الشاشه طبعا. طيب اختملنا الحلقه بقى النهارده. هقول ان احنا النهاردة اتكلمنا في موضوعات كتير مختلفة، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، نتمنى ان احنا نكون قلنا معلومة كل اللي بيتفرجوا علينا يستفيدوا منها. بقول لمحمد ميرسي على مشاركتك معايا في الحلقة ومشاركتي معاك في الحلقة. بصي احنا عايزين بس نقدم موضوعات هادفة بتفيد الناس بجد. احنا عايزين الناس تقول لنا ايه الموضوعات اللي محتاجيننا نتكلم فيها. شكرا وصباح الخير. صباح الخير يا حمد.